منتخب قزاقستان والفلبين الثالث والرابع بصفر من النقاط. منتخب ايران في المركز في المجموعه الرابعه المركز الاول، والعراق في المركز الثاني، وفيتنام في المركز الثالث، والمنتخب اليمني في المركز الرابع. اما المجموعه الخامسه والسعوديه في المركز الاول، ومنتخب قطر في المركز الثاني، ولبنان في المركز الثالث، وكوريا الشماليه في المركز الرابع. اما المجموعه السادسه والاخيره، المنتخب الياباني في المركز الاول، واوزبكستان في المركز الثاني، وتركمانستان في المركز الثالث، والمنتخب العماني في المركز الرابع. ده كان أخبار كأس أمم آسيا والدوريات الكبرى. وقبل ما نروح لأخبار الكرة العالمية، عايز أفكر حضراتكم تاني وأتكلم أخيرا على فوز منتخب مصر بجائزة تنظيم وشرف تنظيم البطولة الأفريقية اللي إن شاء الله هتكون في شهر 6/2019، والكلام الكتير اللي بنتكلم عليه سواء بتأجيل الدوري أو إلغاء الدوري أو إيه اللي هيحصل بالظبط. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كاس اسيا تتلعب، وفي نفس الوقت هناخد على سبيل المثال دوله السعوديه. السعوديه طبعا الدوري شغال ما فيش اي مشكله، لكن السعوديه البطوله بتقام خارج ملعبها، فيحق ليها ان الدوري يتلعب عادي جدا حتى لو بدون المحترفين. منتخب مصر والبطوله هتقام في مصر، فما ينفعش ان بطوله يتم تنظيمها واسنادها الى دوله وان الدوري المحلي يكون شغال. وبالتالي طبعا احنا فزنا ب 16 صوت مقابل صوت واحد فقط. صوت النيجيري هو اللي امتنع عن التصويت، والصوت اللي راح لجنوب افريقيا هو كان الصوت الليبيري، وبالتالي باقي الدول الافريقيه صوتت لصالح مصر وتنظيم مصر البطوله. طبعا جنوب افريقيا ومصر هما الدولتين اللي بيمتنع عن التصويت بسبب ان هما اصحاب التنظيم او اصحاب الملفات المقدمه لدى الاتحاد الافريقي علشان يفوز واحد منهم من التنظيم. طبعا مجهود كبير جدا بيشكر عليه مجلس اداره اتحاد كره القدم، وبالاخص الباشمهندس هاني ابو ريده وسياده الوزير اشرف صبحي، اللي طبعا عملوا مجهودات رهيبه جدا جدا علشان مصر تفوز. وخلاص يعني كلام بيقال ان خلاص تم اسناد منصب مدير البطوله للكابتن محمد فضل، واحد من الكوادر الشابه المميزه اللي انا اعتقد اكيد طبعا يعني مش انا بس، كل الناس عارفه ان هو واحد من الناس اللي لو تم اسناد المنصب ليها يعني ان شاء الله هيعمل حاجه قويه. لكن كلام بيقال ان خلاص محمد فضل، في كلام تاني بيقال ان لسه، وكلام يعني اكتر من اسم مطروح زي الوزير السابق دكتور خالد عبد العزيز او باشمهندس خالد عبد العزيز، كمان الاستاذ مصطفى مراد فهمي، كلام كتير جدا حول المنصب. في ناس مؤيده الخبره وفي ناس مؤيده للشباب، لكن هنشوف مين راي الاغلبيه. لكن في الاول وفي الاخر كله هيكون لمصلحه مصر. اما الحدث الاكبر